فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاعر يملأها التوقير والتقدير يطيب للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره أن يرفع لسيادتكم بكل الحب والاعتزاز أسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي ستظل مصدر فخر واعتزاز الشعب المصري بقوته المسلحة درع الوطن وسيفه. والنادي الأهلي الذي يعتز بنشأته الوطنية ويتشرف بتمثيل بلاده في المحافل القارية يجدد تهنئته لسيادتكم ويعاهدكم أن يكون دوما في الصفوف الأولى لمعركة البناء والتعمير والتطوير التي تخوضها بلادنا تحت قيادتكم الرشيدة للعبور بالوطني إلى ما يستحق من مكانة رفيعة. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصلحة البلاد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب. مصر لم تنم ولم تزل بقضاءة العينين صلبة القدم في الأرض كالجبل في السماء للذرى والقمم. ما خر سورها العتيد من هدم، من هار شعبها العظيم من هزم. كل عام وقواتنا المسلحة بخير، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد اللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري نائبا عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. السيد الأستاذ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. السادة الحضور جميعا الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي أن أرحب بحضراتكم جميعا في هذا اليوم المشهود بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وفي هكذا مناسبة إذ نحتفي مجددا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، هذا النصر المبين الذي وبرغم مرور السنين يقف علامة فارقة وشاهدا على إرادة المصريين وعظمة الجندي المصري وعبقرية الإدارة المصرية وإخلاص وتفاني رجال القوات المسلحة البواسل، فتحية لهم في ذكرى هذا النصر المشهود، وسلاما على شهدائنا الأبرار الذين ارتوت أرض سيناء أرض الفيروز بدمائهم الذكية التي تحررت من دنس الاحتلال بفعل هذا النصر، وهي اليوم تشهد عبورا فريدا يتمثل في نهضة عمرانية وتنموية لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلا، تناغما مع عصر البناء الأكبر في تاريخ وطننا العظيم، برؤية مخلصة وقيادة رشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ونبدأ وقائع هذه الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي أعده النادي الأهلي عن ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة 48. في التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هامات مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد، إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية،
قادتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الشعب المصري على تحويل الأمر إلى حقه. ملاعب النادي الأهلي تحولت لمراكز تدريب عسكرية، أعضاء النادي الأهلي تطوعوا وتدربوا على المقاومة الشعبية زي كل حتة في مصر. فتحية إلى جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر ورفع راية الوطن على ترابه المقدس وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحية إلى بطل الحرب والسلام صاحب قرار العبور العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري، حين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزاز العدو وأن تكبح جماح غروره، فإنها أثبتت نفسها بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. وستظل مصر دائما عزيزة قوية بشعبها الأبي الكريم، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا جزيلا للزملاء على إعداد هذا الفيلم القيم في هذه المناسبة العظيمة.